كل شيء رحمة الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم خلاصة. السؤال لأنه ورد في القرآن المجيد آيات على أن موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه هارون لقصر مثلا في كلامه، ولكن كثير من الموارد وجميع الموارد في كلام موسى مع فرعون تكلم موسى ولم يتكلم هارون، فما الهدف من طلب موسى أن يجعل هارون معه؟ الجواب: القرآن تكلم بإيجاز ولم يتكلم بالتفصيل، وإذا نظر الشرع على مسألة يحتاج إلى تفصيل فيراجع إلى قصص الأنبياء كما في رواية البحار. أمين. يعني خذ ونبي الله موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هارون مساعدا وناصرا وعضيدا له من قبل الله سبحانه وتعالى، وكان هارون كذلك. وهل أنه كان نبيا قبل أن يبعث موسى أم بعد بعثة موسى؟ إلا أنه كان نبيا. صلوات الله عليه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. يا علي تو بيغمبر نسي أما مسك هارون بعد موسى. وحديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى يثبت أن هارون كان نبيا. يا علي تو هم يجب نسبة الله هم مقدارك در أنبياء هسبال. بله ظاهرش يعني همينه ظاهرش همينه. بله ظاهرم كافيه شو يه نفر نمازك بخوله كافيه. السؤال على أنه إن علمنا بكون صلاة الإمام في صلاة الميت أن صلاة الإمام لم يكن صحيحا، ومن اقتدى من المأمومين هؤلاء صلوا ولكن أدوا التكبيرات، صرف التكبيرات. نعم، صلى من كان في الصف الخامس مثلا الصلاة كاملة، هل يضر هذا أو يصح؟ الجواب على أنه إن كان مثلا في الصف الخامس من الصلاة على الميت وأدى الصلاة صحيحا
في الصف الخامس هذا يشكل ظاهرا على صحة الصلاة صلاة الميت لبعده عن الجنازة. والصلاة مجرد التكبيرات الظاهر على أنه قال البعض من فقهاء بصحتها، ولكن هذا خلاف الاحتياط أن يأتي بالتكبيرات فقط. على كل وما جاء به من الصلوات، وكانت الصلاة غير صحيحة في أدائها أو مثلا في مواردها في خلاف الاحتياط أن يأتي أن يؤتى بصلاة الاحتياط بكذلك بهذا الكيفية. السؤال على أنه في بعض الروايات على أن الولد الأكبر مثلا أو الورثة أو بعض الآخرين في تأدية صلاة وصوم الميت أن يعطي مدة من الطعام. الجواب لم أرى ذلك ولم يمر علي كهذه الرواية وهذا الحديث. نعم. صلوات الله عليه. نعم. أي. نعم. أي. أي. بعض هذه الأمور بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام تقديرات إلهية. إن الله شاء أن يراك قتيلا، شاء أن يراهن سبايا، هذا من الأزل كما في الحديث القدسي بين الله عز وجل وبين موسى على نبينا عليه السلام. من ذاك الوقت كان مقرر أنه يكون عطش ويكون كذا، فهذه تقديرات كانت على كل النتيجة. هو مو كلها احنا هم ندري شنو السبب. النتيجة اللي ذكروه ورد، يعني اللي ذكروا ووصلنا احنا نشوفه. نعم. اي. لا لا، شوفوا شوفوا كل مكان ما يمكن من حافة النهر واحد ينزل بالماء. مشرعة يعني المكان اللي مسرح صاير بحيث يمكن الوصول إلى الماء. عادة بعض المكانات أطراف الماء يعني حافة الماء مرتفع والماء نازل
للفرس يقدر ينزل، للإنسان ينزل. مشرعة، كلمة مشرعة معناها المكان الذي هو مهيئ للوصول إلى الماء، يعني مسوي إما درج أو مسرح بحيث يوصل للماء بسهولة، هاي تسمى مشرعة. يعني مو كل الحافة مشرعة. لعله لعله اي خو ليش لو حفر لعله وجد الماء. لا النهر شيء، النهر فد ماء والبئر فد ماء آخر من تحت الأرض، يعني مو نفس الماء. نعم. لا النهر غير المياه الجوفية. مياه جوفية أكو كل مكان، أكو مياه جوفية. أما النهر غير المياه الجوفية. نهر هذا الثلوج اللي شيئا فشيئا تذوب والماء يجري عادة هالشكل. لا باید یا ظهور در عموم داشته باشه یا لااقل جبر دلالی باشه، یعنی فقها استفاده عموم کرده مستحب يعني همون فقط في أحكام شهر رمضان المبارك إذا ورد هناك رواية، هل تجري هذه الرواية في غير صيام شهر رمضان؟ الجواب على أنه إن استفدنا ذلك من العمومات نعم، ولكن إن كان هناك دليل خاص يأخذ بالخاص ويخصص ذلك العام، وكذلك الحكم بالنسبة إلى الصلوات المستحبة والواجبة، الحاجة الواجب والمستحب، وهكذا الصوم الواجب والمستحب، فيأخذ بالعموم إن لم يكن هناك خاص. ما قال فهم عدم خصوصيات وشكل جواب فارق بكم بالنتيجة نحن أبناء الدليل، ويد يا از قرائن داخلي وخارجي استفاده بشه يا از لا اقل هم جبر دلالي، يعني فهم فقهاء ازش استفاده. السؤال كمسألة اذا كذب الانسان على الله ورسوله فهذا يبطل الصوم بالنسبة الى شهر رمضان، فهل هناك هذا إفطار وهذا الإبطال للصوم بالنسبة إلى الصلوات للصيام المستحبة؟ إذا كان هناك الجواب، إذا كان هناك دليل يبين ويظهر على أنه الصوم المستحب أيضا يبطل بذلك فيبطل. نعم أي نعم أي الشرط قسم، الشرط مثل الجزء قسمان، قد يكون الشرط ركنا يبطل العمل بتركه ولو عن غير عمد، قد يكون الشرط غير ركن مثل الجزء، الركوع جزء
والتشهد جزء، التشهد مو ركن، الركوع جزء ركن، الشرط والركوع مو دائما ركن ولا دائما غير ركن حسب الأدلة. السؤال في بعض الأماكن بالنسبة لزكاة الفطرة يعطون الحنطة مثلا مع نخالتها، فكيف يمكن إعطاء هذا الزكاة إلى منطقة يستفادون النخالة ويخرجون النخالة في منطقة لا يخرجون ذلك؟ الجواب على أنه الظاهر لا يختلف ذلك ولا يضر في الزكاة، وذلك حسب المنطقة والعرف. ليش لا؟ بالنتيجة القرآن الكريم يقول إن هذه نافية، إن الحكم إلا لله، الحكم بس لله، حكم غير الله ما يفيد. بالنتيجة التكرار والإصرار والمثابرة حتى يعمل به قانون أحكام غير الله، هاي مو معتبرة وين ما كانت. بشروطها نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله كثير من الحدود ما طبقها لأن شروطها ما كانت متوفرة. الحدود مو بلا شروط، مع الشروط، ومن الشروط أنه لا يكون إجراء الحدود منفر للناس، هذا من الشروط، إذا منفر لا يجرى. على كل إن الحكم إلا لله، غير الله الحكم مو صحيح. وطبعا مع الشروط اللي بالأدلة الشرعية جاءت، إما كتاب الله وعترة أهل بيتي، إما في الكتاب الكريم القرآن الحكيم، أو في روايات أهل البيت عليهم السلام. القانون في أي مكان في الدنيا كان في البلاد الإسلامية ما إلى شرعية إذا ما يطابق كتاب الله وعشرة أهل بيت. خوانا مو صحيح. معلوم. على كل إن الحكم إلا لله، هذا الأصل، هذا الأساس، هذا الخط العام. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بله كلام آدمی هم نی البته محل اشکال من نظرم این برداشتم اینه.
وقت اونیم که اشکال نداره، اما اونیم که مانعی کلام آدمیه، وقت که محرز نباشه، وقت تمسک که با هم بچون مصداقیه میشه اگه بخواییم بگیم اشکال داره. مانع کلام آدمیه، این کلام آدمی نیست. حالا اگر گفت نه چه عامی ما نداریم، عرفیه دیگه کلام آدمی یعنی حرف آدمی، اگه خطاب باشه بله، خطاب غیر خدا صحیح نیست. مثلا سلام علیک گفته بشه صحیح نیست، اما سلام علی المرسلین گفته بشه، مثلا کلمه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السؤال بالنسبة إلى الكلام في الصلاة، إذا لم يكن الجواب، إذا لم يكن من كلام الآدمي يصح، أما كلام الآدمي فلا يصح ذلك. الصلاة تتشكل من القرآن والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. فما الإشكال من ذكر وقراءة سورة التوحيد مثلا في السجود، أن يقرأ ذكر السجود ثم يقرأ سورة التوحيد، أو يقرأ بين الحمد والسورة مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى. أما أحد الموانع وكلام الآدمي، أي الكلام وحديث الإنسان، يمنع هذا من إتيانه في الصلاة. ولكن هناك بحث بالنسبة إلى هذه الكلمة على أنه سلام على المرسلين، هل يعد هذا من كلام الآدمي أو لا؟ البعض على ما أذكر أشكل في ذلك، الظاهر أنه لا يكون من قبيل كلام الآدمي. السؤال، قراءة آية السجدة في السجدة، هل يتطلب الاتيان بسجدة أخرى؟ الجواب على أنه هذا محل إشكال، الظاهر يعني كذي تسجد بول فكر مكلم باشي مثلا الظاهر على أنه لا يتطلب ذلك، وإن صرح به بعض إيجاد السجدة يعني إيجاد إن أسباب إنه يعني عز بنده إنه وبعض أسباب إنه فإن كان ساجدا وسمع أو قرأ آية السجدة الظاهر على أنه يصح ذلك ولا يلزم عليه إتيان سجدة أخرى. سؤال، ولا أنه ورد في الذكر الحكيم والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وروايات تؤيد على أنه لا شفاء إلا في القرآن. الجواب على أنه هذه الروايات، هذه الروايات ونظائرها من المراسيل كروايات الشروع بالبسملة بالنسبة إلى العمل قبل الشروع في العمل أو الكلام، فورد في بعضها الشروع بالبسملة وفي بعض الروايات الحمد لله. هذه الروايات بالنسبة والإضافة ولا تكون على نحو الحقيقة، لا إشكال في شروع الكلام مثلا بالبسملة أو بالحمد لله. يعني شيء
فايدة لازالة. لا يعني لا حرام. يعني السؤال هل يجوز الذبح بغير التسمية؟ عمون. الجواب لأنه الذبح بغير التسمية نجس ويحرم أكله. أما أنه إن فعل هذا إنسان ولم يكن تبذيرا ولا يعظم حرمة ذلك، ولكن من أين يظهر في ذلك جهة عقلائية في الذبح من غير التسمية؟ فإن لم يصدق عليه أنه تبذير فلا يحرم، ولكن الكلام في أنه لا مورد عقلائيا بالنسبة لهذا المورد. أما بالنسبة إلى الصيد التلهي فهذا دليل خاص. همین مقابل صاحب جواز در بعضی جاها حکم وضعیش مراده، یعنی نجس میشه یا حرام میشه، این قدر مسلمه. اما حکم تکلیفی هم داره. فإن ذبح من غير التسمية فهذا له حكم وضعي كالنجاسة وحرمة الأكل، ولكن هل أنه يحرم هذا العمل أو لا فظاهرا من باب التبذير، وإن لم يكن تبذيرا فلا يكون ظاهرا. همین اگه تزاحم شد و بخاطر تزاحم حرمت رفع میشه، اگر نه به هر حکمی به عنوان اولیه بلا تکتم الشهاده حرامه، اما اگه بخواد شهادت بده مشکل سازه براش. مثلا السؤال بالنسبة إلى الشهادة، هل يحرم كتمان الشهادة؟ وفي مورد نرى أنه هناك زحمة ومشقة في أداء الشهادة، الجواب على أن هناك تزاحم بين الأدلة، فإن كان هناك عنوان ثانوي كالمشقة والزحمة فلا يجب الاتيان بالشهادة. بل نعم لما قال في آية أخرى قوله تعالى لننظر كيف تعملون، امتحان اختبار للاختبار حتى يتبين من يستحق الجنة من يستحق النار. أنهم لا يعبدون. الحكمة حتى يختبرهم، اختبار حكمة بعد. صريح القرآن، لننظر كيف تعمل، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، الأجيال السابقة ماتوا وراحوا وديناهم، إن جبناكم مكانهم لننظر كيف تعملون. اختبار أهم حكمة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإذا لم تسأل ابتدأت بالله.